في كل ما قال إنه أنت غلطتي، صرفتي سلوك خاطئ سواء الآن أو في الماضي، وبقيت تلومين الملامة، تلومين نفسك، أنا ليش هيك سويت، أنا ليش هيك سويت، أنا ليش هيك رخصت نفسي، أنا ليش هيك نزلت نفسي، أو مهما كانت الأسباب. وكان عندك شعور الندم على هذا الموقف، شعور الندم على أي شيء صار في الماضي، فصارت عندك مشاعر استياء، حزن، ندم، ورفض، وعدم مسامحة الذات. فبدأ من هاي المشاعر تتجمع وتتجمع وتشكل أفكار سلبية ومعتقدات سلبية تخزن في جسمك. فقط قولي سالفة واحدة: أنا ممتنة، أنا ممتنة على هذا الحدث اللي صار، اللي خلاني أقوى وخلاني ما أنا عليه الآن في هاي اللحظة، وهذا الشيء اللي لازم أنا أكون عليه الآن. السالفة وين؟ غالبية النساء أو حتى الرجال مهما كان ممكن أنك تتصرف وتسلك سلوك في الماضي خاطئ أو في هاي اللحظة وتلوم نفسك، فهاي المشاعر تبقى تتخزن بنفسك بذاكرة خلاياك وتصبح معتقد عندك وتمنعك، لاحظ، تمنعك من النجاح في حياتك، تمنعك من المضي قدما في حياتك. فلما أنا أجي أقول أنا ممتن لهذا الموقف، لهذا الحدث اللي صار سواء في الماضي أو الآن، لأن خلاني أتعلم الدرس، خلاني أنه أنا ما أرخص نفسي، خلاني أنه أنا أعرف نفسي، خلاني أعرف قيمة نفسي، خلاني أقوى، خلاني واثقة. مهما كانت لازم تحدد شنو اللي خلاك، شنو اللي أنت تعلمت من هذا الموقف، شنو الدرس حتى لا يتكرر. ولما تقول أنا ممتنة وتسامح نفسك، وتسامح نفسك، غالبية الأشخاص صعب عليه يسامح نفسه، أو حتى ما يعترف، أو ما يقولها ويا نفسه، ما يقول إنه أنا أسامح نفسي، إنه أنا سلكت هذا السلوك الخاطئ مهما كان، أسامح نفسي، خلاص راح الماضي أو راح الموقف، أسامح نفسي. ولازم تتعلم الدرس، تعلم الدروس ما معناه شو تعرف إنه الدرس، في كل مرة تقول شنو أنا استفاديت من هذا الموقف، وتيجي تقول خلاني كذا وكذا كذا، هذا هو الدرس. فلما تقوله تلفظه تعرفه بينك وبين نفسك، الموقف ما راح يتكرر في الماضي. فهاي الجزئية، عيدوا الفيديو، موضوع جدا مهم. فالحل انك تمتن لانه تعرفت الدرس، وتسامح نفسك. فأريدك تقعد قاعدة ويا نفسك شي قاعدة حلوة، وتتذكر القضى والمضى وتقول، حط إيدك على قلبك، أقول أني ممتن لكل حدث صار في الماضي، أني ممتن لكل أغلاطي، أنا ممتن لكل الطيحان الحظ اللي أنا سويته بحياتي، وأسامح نفسي، أني أسامح نفسي على هذه المواقف، على هذه السلوكيات، وممتنة لأن خلاني أكون الشخصية اللي أنا عليها اليوم في هاي اللحظة. وأهم عبارة تقول: وأنا مستعد للمضي قدما في حياتي دون الحاجة لأن أغلط نفس الغلط، مستعدة، والدرس اكتمل، خلاص. فمختصر هذا الفيديو، العبارات المهمة أنه أنا أسامح نفسي وأني ممتنة على هاي المواقف اللي صارت، اللي خلتني ما أنا عليه اليوم، قوية وواثقة من نفسي، وأمشي تقول مستعدة لمضي قدمة بحياتي دون الحاجة لأن أغلط نفس الأغلاط. شوف شنو طلع لك. هاي العبارات تحرر هاي المشاعر من نظام معتقداتك وخلاياك. فقط كررها حتى لو أكثر مرة، غمض عيونك، امسك جسمك، امسك قلبك، حط ايدك على قلبك، وقعد هاي قاعدة ويا روحك، وشوف مشاعرك شلون راح تتحرر. وممكن تدعي ايضا، تقول يا الله حرر وساعدني بهذا التحرر من المشاعر، واغمرني بنورك وحبك يا الله، وتخيل المحبة الإلهية تغمرك.